مكملين صباحنا معكم. التنمر من السلوكيات المزعجة اللي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بالمدارس بأماكن العمل وغيرها. للأسف منصات السوشيال ميديا زادت من هذه الظاهرة لأنه أعطت الحق لأي شخص بأي مكان بالعالم أنه يتنمر من خلال تعليقات مكتوبة. للأسف هذا الموضوع لازم يتم ضبطه، وتم مؤخرا إصدار عدة قوانين لحتى نحن نحد من هالظاهرة. وطبعا التنمر ما بيصير بس عن الناس الغريبين عننا، لكن في تنمر بين الإخوة بالبيت الواحد، وتنمر بين الزوج وزوجته. فالعلاقات الزوجية اللي لازم تكون سائدة ودائما هيك مرتقية بالمحبة والود، للأسف ببعض الأحيان عم يكون في ندية ونقير ونقار وأحيانا تجريح. هذا الموضوع أثره سلبي وممكن يصدر من الرجل أو المرأة. لهيك اليوم رح نتعرف عن أسباب التنمر الزوجي بين الزوجين، بالإضافة إلى تفاصيل تانية مع اختصاصية الاختصاصية الاجتماعية طبعا الأستاذة غدران نجم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسيكي، أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. بس كنت يعني هيك عم بتطلع على المقدمة اللي قلناها هلأ، أنه قديش التنمر مؤذي بالنسبة للأشخاص اللي هنا نبعاد عنا. يمكن إذا بنسمع كومنت من أي حدا متضايق فما بالك الأزواج. خلينا نحكي عن التنمر الزوجي شوي. أكيد. هلأ بداية هو ما كتير بيفرق التنمر الزوجي عن التنمر بمفهومه بشكل عام. عادة أي حدا بيتنمر على حدا بيقوله كنت عم بمزح معك، لما يحس إنه هو عم يتضايق أو شيء. لكن طبعا هلأ أوكي ممكن تكون في مسحة لما أنا بدي أخلق جو حلو، هلأ مرة بتصير مرتين بس مو دائما ولا على طول. الفكرة أنه التنمر هو إيذاء متعمد ومتكرر، وفي تقريبا ميزان للقوى، في اختلال بهذا الميزان، يعني في حدا أقوى من حدا أو جسديا أو على المستوى النفسي. فطبعا هو سيء بكل الاحوال، من اكثر المواقف اللي ممكن نتعرض لها. يمكن ما في حدا بحياته فينا ما تعرض للتنمر. اكيد بنوصل لعند موضوع الزوجين، هو هذا الموضوع اللي ممكن مثل التابو مثل ما بيقولوا، ما بكثير بيحكوا فيه، لانه غالبيه الاشياء والسلوكيات اللي بتصير تحت اسم التنمر بين الزوجين بتلاقي المحيط بيقوله يلا معلش مرق شوي لمرتك، يلا معلش طولي بالك انت زوجه صالحه المفروض كذا تعملي مع زوجك. فما بتنفهم القصه هون انها تنمر. هلا طبعا لما بتكون القصص الى سبب، فقولا واحدا هذا يعتبر عنف زوجي بطريقة الأداء أو التعامل مع المواقف. لكن اللي بيصير بالتنمر الزوجي ما بيكون في أي سبب، في طول الوقت انتقادات، في طول الوقت لوم، افتعال للمشاكل، طول الوقت عم ننقر على الصغيرة وعلى الكبيرة، شوي هي بتحكي على شكله شوي هو بيحكي على شكله، بيحاولوا قدر الإمكان إعلاميا خلينا نقول بين مجتمعهم يزغروا من بعض، ينتقصوا من بعض. سلوكيات بتكون واضحة بالنسبة للكل إنه في حدا عم يكبت حدا أو حدا عم يكون مسيطر على حدا. فقولا واحدا هي شيء ما صحي بالعلاقة الزوجية. وللأسف تختلف عن باقي أنواع التنمر، لأنه بصراحة ما في مهرب، يعني أكيد الطلاق مجبور أقعد مع هذا الإنسان تحت سقف واحد، أكل وأشرب معه على نفس السفرة وهو عم يتنمر علي. تماما، يعني بالأصدقاء فيني أوكي خلصت الدوام المدرسة دوام الجامعة في عندي فترة ارتاح، ببيئة العمل ممكن يكون هذا الشيء موجود أوكي فيني لاقي حل، بس بالبيت وأنا والزوج أو أنا والزوجة طبعا هي ممكن تكون من الطرفين، الوضع كتير بيكون صعب ومعقد. لأنه مجتمعيا ما كتير مقبولة فكرة الانفصال بسبب هذا الموضوع. تمام يعني أنه أنا تركت زوجي لأنه عم يتنمر علي. تمام. أو أنا بعدت عن زوجتي لأنه والله عم تهيني بالكلام وبالألفاظ. هذا الموضوع ما كتير مقبول عنا أو جديد. تمام. يعني إنه والله تركته لأنه عم يتنمر عليها. بس هو له سبب، لأنه هو الشخص نفسه المتنمر سواء كان الزوج أو الزوجة، هذا الشيء إذا بترجع فيه شيء لورا بتلاقي إنه هو كان بعائلة فيها هذا الشيء، كان فيها قسوة، كان فيها عنف، كان فيها تعامل غير صحي بين الأب والأم. نحن ليش بنحكي دائما مع الأطفال الصغيرة الموجودة بالمدارس لما بتتنمر على بعضها وعلى زملائها؟ لأنه هو أوريدي المدرسة، الناس بتفكر هي بالمدرسة بتصير التنمر، لا، المدرسة هي مجرد ساحة لتعرض الشيء اللي موجود بالبيت. يا سلام على هالكلام جميل. فعمليا هذا الشيء أوكي حينتقل معه لوقت اللي بده يصير بالغ وبده يتزوج. فهو لما عم يشوف النموذج تبعه أمه عم تتنمر على أبوه سواء بالكلام أو الإهانة، هو شيء غير مناسب أبداً. أو العكس عما يصير، فهذا أوريدي حيكون بجواده، أو بكرة انتقاصاً يعني من خلينا نقول صار هو عنده عدم ثقة بنفسه، فهو بده يفرض نفسه أمام زوجته أو هي تفرض نفسها أمام زوجها تماماً، أو يا أما انتقام، فهو كان يشوف دائماً الزوجة عم تعنف والده فهو أوكي أنا جاية هلأ لأخذ بالتالي مثل ما بيقولوا، أو العكس. تمام. فبيختلفوا الأسباب وبتختلف طيب. المبررات هون في شغلة بدي أفوت فيها. تفضلوا أجا ليكو ها شرفت، يا صايرة بدينة، صايرة سمينة،
اسف من هالكلمات للاسف. روحي ظبطي شعرك، بتقول له هي الثانيه يلا ليش انت هيك كنت ما هيك، عامل حالك مثقف عم تتفلسف. ايه قاعد يقرا الجريده، صرعتنا بالاخبار على اساس حافظين شيء. اي يعني هدول الشغلات اللي ما كنا نحن نسميهم ببيوتنا تنمر، هلا صرنا نحط لهم تايتل، هلا صرنا نقول هذا كان فعلا تنمر. طبعاً. طيب شو اشكال التنمر الزوجي غير اللي انا حكيته؟ اي طبيعي اكيد يعني بالتعريج على اللي انت حكيته، بس كثير مهم ملاحظه هذا الشيء لما بيصير يعني بالطايحه مثل ما بيقولوا، اوكي ما حوقف عنده يعني مره بالشهر، يعني ممكن اكون مزعوجه مثلا فيعني مين لي غير زوجي يتحملني او العكس. هلا لكن لما برجع بقول لما بيصير متعمد ومتكرر دائما عم يصير، لا هون اوكي انا لازم اوقف عند هذا الموضوع ولازم الاقي حل. طبعا له كثير اشكال، حكينا بالبدايه كثير بيكون في لوم، كثير بيكون في غضب، كثير بيكون في عنف، كثير بيكون في افتعال للمشاكل، وهي جدا خطيره على فكره. هجران احيانا يعني بيصير حتى انه خلص على المستوى يعني شوي بيربط الزوجين بين بعض، العلاقه الخاصه بيناتهم الهجران بهذا الموضوع، اني انا احكي على زوجتي مثلا بشيء بمس انوثتها على سبيل المثال او العكس يصير. فهي وحده من هي الاشكال اكيد، انه اي انجاز هي بتعمله زوجتي او اي انجاز بيعمله زوجي انا بخففه او بخليه تافه امام الاخرين وامام المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، فهو كثير له صور. بالنهاية العلاقة بين الزوجين هي علاقة محبة ومودة، إذا كنت أنا عندي مشكلة مع حالي المفروض أنا حلها، وإذا كان عندي مشكلة مع زوجي أو مع زوجتي المفروض يكون في حديث بيناتنا. أبدا ما يفهم من كلامي إنه نحن عم نقول أوكي إذا زوجي متنمر فأنا لازم أتطلق، لا أبدا. هلا في يمكن تجربة أنا قريتها على ضفدعة كانوا حاطينها بمي باردة، فهن عملوا الخبراء التجربة علي بإنه صاروا يزيدوا الحرارة شوي عليها لهي الضفدعة وهي موجودة بالمي، فهي صارت تتعادل حرارتها بما يناسب المي شوي كمان. كل ما رفعوا الحرارة تتأقلم، كل ما رفعوا الحرارة تتأقلم لبالدرجة ما بقى فيها تتحمل هاي الحرارة، لما حاولت تطلع كانت استهلكت كل قوتها فماتت. فهي الفكرة تماما نحن بالعلاقة بين الزوجين مثل الضفدع، انه دائما هيك في حدا بينفجر بيقول خلاص طفح الكيل. هو عفوا يعني شو اللي بيخلي المتنمر يتمادى؟ صمتي يعني الفرعون بيتفرعن بس ما حدا يرده. وفيني يرد بس من غير ما يكون صوتي عالي ولا افتعل مشاكل، لكن انا ما لازم اصمت. يعني انا لما مره واثنين وثلاثه عم بتعرض لنفس الاهانه لنفس الاسلوب وعم حس انه هذا الشيء بلا مبرر وبلا ذنب، طب معقول ما احكي؟ اوكي يمكن انا واجه صعوبه، ارجع لطرف ثالث، قد يكون حدا من اقربائي مثلا بعائلتي الصغيره، قد يكون اخصائي علاقات. يطلع متنمر هذا الطرف بيقول انه معلش مزحه وبتمرق يعني. هو اوكي نحن بنرجع بنقول كثير مهم اسال حالي وقت المزحه انه ترى لو الأمور متبادلة، لو أنا مزحت نفس المزحة معك بتقبل؟ يعني هذا السؤال جوابه كمان بيخليني أعرف. وغالباً لا، ولكن يعني من بداية العلاقات يعني في عالم أنا بخطيهم أنه مثلاً خاطبين أو بيحبوا بعض لهم ثلاث سنين، فجأة هي على الزواج اكتشفت أنه متنمر، أكيد لا. فجأة هو عرف أنه هي لسانة صليط أو ما بتتركه إلا ما بتتنمر عليه أو بتتمسخر عليه، لا أكيد في علامات كانت بالبداية من بداية العلاقة بينت أنه هذا الشخص اللي أنا معه هلأ متنمر. بس خلينا نحكي عن هاي العلامات، بس خلينا ما نكون قاسيين شوي، لانه بهديك الفتره يعني او بتكون هي فعلا حاببته فهي بتعتقد انه بالحب حتغيره، وهو نفس الشيء. فيعني انا ما فيني اقول انه الحق عليكي ليش ما تركتيه من وقتها، لانه هي القصص بتطلع يعني مثل ما بيقولوا كيف بقبقت الحليب، يعني مره وبترجع بتهدى، عرفتي كيف هي؟ ما على طول بتطلع. بس طبعا هي العلامات هي بتبلش من وقتها، الغيره، الخوف من الخيانه، انه مثلا انا خاف اني افقد الشخص الثاني. واحده من اهم اسباب التنمر بين الزوجين او المخطوبين انه انا بده يتخلى عني، بده يتركني لحالي. ما هو هذا الشيء برجع وبقول له جزء كثير كبير من شخصيه المتنمر نفسه، هو شو عنده مشاكل مع حاله. تمام، هو عنده مشكله بثقته مع نفسه، او خايف انه هو ينخان، او خايف ينترك لحاله، ما عنده احساس بانه هو ضمن دائره الامان. ما هو بطفولته كان عايش هذا الشيء. للاسف التنمر يعني مشكله كثير حقيقيه وكبيره، يعني نحن بنحكي عنها بنعتبرها مثل الموضوع ثقافي انه بس نتثقف فيه، لكن هو فعلا عله كثير خطيره. طبعا. وهي سبب لكثير اشياء، حتى انه انتم اكيد مثل ما لاحظتوا بوجود السوشيال ميديا كثير اشخاص انتحروا بسبب التنمر. سواء على الشكل او على المضمون. وللاسف لما بيكون التنمر له علاقه على الشكل بالمطلق عم نحكي، وحتى بين الزوجين، يمكن بين الزوجين له خصوصيه لانه القصه شوي لها علاقه بالعلاقه الخاصه بيناتهم. للاسف الموضوع اللي له علاقه بالشكل ما بيتغير، يعني انت ممكن تنتقديني بشيء انا فيني غيره او عدله، بس احيانا في شيء له علاقه بالشكل ما بيتغير. انا مثلا انا قصيره، شو بطول حالي طويلة بقصر حالي، يعني كمان راسي كبيرة نشو بقصه، ما بتمشي الأمور. فهي الفكرة أنه الحدا بده يكون عنده قدرة على أنه هو بجد
ياخذ قرار بانه ما يصبط بالنسبه لإله، وبنفس الوقت في جزء مني خليني شوي ينظر للطرف الاخر اللي عم يتنمر على انه هو بحاجه للمساعده، وحقيقه هو بحاجه هو للمساعده. هذا الشيء اللي احنا ما بنعرفه، انه لما حدا يتنمر علينا فهو اللي عنده مشاكل نفسيه ويعني داخله انه هو ما له مرتاح لحتى عم بيطلع هاي الطاقه علينا. قولا واحدا، وهو ايضا بحاجه، لانه يعني شوفي لما بتنظري للطرف الاخر انه بحاجه لمساعده حتى انت بيكون عندك رواء وهدوء اكثر للتعامل معه. فما بالك هو شريك حياتك. ما بدنا ننسى شغله انه هذا التنمر بين الزوجين خطير، ما بس عليهم حتى على الاطفال. فنحن كانه ما عم نكسر هي الحلقه اللي طول الوقت عم تتمدد، يعني ما هنن كمان حيكبروا وكمان حيتزوجوا وكمان حيصير عندهم اولاد، وهكذا دواليك وتنتشر القصه في كل البيئه المحيطه تماما فيه. بس انا مش فتحها مصحه بداوي في هالمجاريح. طبعا هي غنية كتير بحبها، ما فيش جدعنة اسمعوها. يعني أنا مالي فاتحة مصحة لداوي فيها الأمراض النفسية. تعال أنا مفرغة، فرغ فيني عقدك النفسية. هي إذا كان زوج أو زوجة، وبعدين في إهانة تقبل. هلأ ما في إهانة تقبل، في إهانة من مبدأ إيه، بس في إهانات لا تقبل. لما أنت بيت حماك جايين لعندك، هلأ بدك تطالع مرجلتك بقى وتسمع بنتهم قدامهم كم كلمة، بكرة عزايم رمضان جاي طبعاً. أو أنت كمان تتمردي قدام حماتك. يمكن اللي بيصير بين الزوجين إذا بتوافقيني الرأي أكيد. إذا كان ضمن الغرفة الوحدة يمكن فيحل. مقدورة عليه تماماً فيحل، بس لما يتعمم قدام الأولاد عم يشوفوا إنه أمهم عم تنهان، أو قدام أهل الأم، أو بالعكس، أو هو بيجوا أهله بقى صار السيد، فمصيبة غير مقبول. خاصة إذا بدنا نجي شوي، لأنه من الأصل الزواج كان غير متكافئ. يعني مثلا هي شهادتها العلمية أعلى من شهادته، هو على المستوى المادي كعائلة أكثر ثراء من عائلة. يلا أجت الدكتورة بلشت تنظر تماما. يعني هي القصص يعني هي مفاصل حقيقية بالعلاقة. لهيك عم أقول أوكي نحن ما نفاتحين مصحة، بس بيسوى العشرة اللي بين الزوجين وهذا القرار اللي أخذوه بأنه يتزوجوا أنه يصبروا على بعض شوي. لكن طبعا إذا استحالت الأمور فطبعا يعني إذا الله من عنده قال ممكن الطلاق يكون موجود، لكن الفكرة أنه أنا حاول قدر الإمكان بهدوء أنه أنا حل الموضوع وما أصمت. يعني مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ ورد، الإهانة لا تقبل بأي شكل من الأشكال تماما. يعني هذا شيء من لا تقلي عم بمزح، لا تقلي عم جربك، لا تقلي عم هز الورد لشمه، لا تقلي شيء. وهذا نحن ما حكينا على جزئية أنه المرأة أيضا تتنمر على زوجها. فتخيل أنت أنه هو رجال مجتمعيا يعني متعارف عليه، أنت لو كنت رجال كنت سكتها. يعني في عنده بالنسبة له الموضوع لسه أضخم. وفي كتير زوجات فعلا هن مهينات ومذلات وبحجموا الزوج، ممكن كمان لأنه عندهم مشاكل خاصة فيها تماما وحابة هي اللي تأخذ السيطرة. فالفكرة أنه هذا الموضوع ما لازم يستمر. نرجع ونقول اللي بيخلي هاي الأمور تستمر هو الصمت. يفترض أنه يكون في إجراء يتخذ. يعني هذا الإجراء ولو أنه رح يأخذ وقت شوي، بس هو بالنهاية لازم يتم اتخاذه، ما نتركه مثل ما هو تماما. ولكن يعني اليوم هو مصطلح التنمر هو مصطلح حديث تقريبا بثقافتنا نحن، يمكن انه هو اتدخل على ثقافتنا العربيه. ولكن من البدايه كان في كثير انفصالات بين الزوجين. بيقول لك انا انفصلت عن مرتي لانه سانا صليط، او انا انفصلت عن زوجي ما بتحمل حكيه. فشو هي الاسباب يمكن يلي بتدفع يعني من خلال تنمر الشخص الاخر ليصير في هيك نفور بالعلاقه الزوجيه بين الاثنين؟ هو هذا الشعور السيء يلي بيكون عند احد الطرفين بانه انا ما عم بعمل شيء وهيك عم يصير معي. يعني هي المشكلة إنه في حدا عم يتعمد يشعرك بالذنب وأنت ما سويتي شيء. فجأة فات على البيت ساكت، فجأة فاتت معصبة، فجأة ما عاد حكوا مع بعض، فجأة قومي للنام ما بدنا ننام، فجأة تغير الروتين تبع البيت. هلأ هذا الموضوع لما بيكون أنا ما عاملة فيه شيء، نرجع ونقول مثل ما حكينا أول حلقة، لما بيكون في إله سبب هذا صفة اسمه عنف، طريقة التعامل مع الموقف عنيفة. لكن المشكلة لما بيكون أنا مو عاملة شيء، يعني هون بسأل حالي إنه فيني شيء. فلاحظي أنت قديش بيترك هذا الموضوع أثر سلبي عند الزوجة أو الزوج. أنا برجع بحكي على يعني على نفس المستوى، ما فيني أقول فقط الزوج، لكن هو مجتمعيا لأنه المرأة من الفئات الهشة فهي أكثر الناس اللي تتعرض لهذا الشيء تماما. طب شو الحل؟ أعطينا حل بدقيقة بقيان. عم نقول لك ما لازم يكون في صمت. كيف؟ لازم أقول إنه هذا الشيء اللي عم ينحكى ما هو مقبول. بختار الوقت المناسب وبنقعد أنا وياه وبنلجأ لطرف ثالث. وإذا الطرف الثالث من العائلة كان غير متعاون مثل ما ذكرتي، لازم إلجأ لاختصاصي. قد يكون مرشد ديني، قد يكون مرشد اجتماعي، قد يكون أخصائي أسرار أو علاقات زوجية. لكن ما لازم أسكت، يعني لازم يكون في قرار بإنه أنا هذا الشيء مرفوض بالنسبة لي، خاصة مع وجود الأطفال. تماماً. ونعرف كيف نطلب الاستشارة. يعني طبعاً صارت حالة معينة كانت طريقة طلب الاستشارة بدون رضا الزوج أو بدون رضا الزوجة عم يطلبها، ف
فهذا الموضوع كمان مو صح، لأنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر من نتائج إيجابية. أستاذ، نحن نتزوج لحتى نعمر البيت، لحتى نعمر الكون، لحتى نعمل عيلة، لحتى نحب بعض، نكون حاسين بالراحة النفسية، ونقعد نكايد بعض. نحن مو جايين نجاكر بعض، فهلا أنا إذا كان هي مشكلتي فأنا مفروض حلها مع حالي. تمام. الحياة ما بتتطلب هيك، العائلة بدها اثنين يكونوا عن جد ربان وربانة للسفينة لحتى تمشي، غير هيك ربان وربانة طبعا يعني سوا توجذر، مو إنه في حدا هيك متوحد. تماما، في قرارات أكيد هو من شأنه إنه ياخذها، لكن ابدا مو بمعزل عنها. اكيد انا حبيت الجمله اللي ختمتي فيها، نحن مالنا جايين نكايد بعض، العمر طويل وفي طبعا. في زلزال وفي ازمه اقتصاديه واللي فينا مكفينا، وفي مشاكل والكهرباء ما عم تجي، ويا دوبنا رساله البنزين عم تجي كل 20 يوم، رساله البصل والبصل بهذيك، هي سبب للتنمر رمضان، اي وحده من هي سبب للتنمر. فخلونا هيك نطبطب على بعض. شكرا لوجودك. الله يسعدك. شكرا لك، يسعد صباحك.